كيف تبحث عن موقع إلكتروني لشركة تداول إلكتروني، وبالتالي شركة تداول إلكتروني أو تليفونات الشركة ديت، عشان تبتدي تروح هناك وتتواصل من خلالهم وتتداول من خلالهم إلكترونيا، عشان يبقى عندك كود في البورصة وتشتري أسهم ويبقى تصبح بيزنس مان أو رجل أعمال وعندك أسهم في شركات متعددة، وتكسب من من شراء وبيع الأوراق المالية في البورصة من خلال شركة تداول الأوراق المالية. طب إزاي بقى نوصل لشركة التداول؟ هتكتب في جوجل مواقع إلكترونية لشركات الأوراق المالية بالمنظر ده في جوجل، وأول لما تدخل كده وتبحث، هتبحث فهيديك هو هنا إيه شوية عناوين، فأدي أهي شايف إدالك. بس انا في موقع بالذات كده في كل الشركات ديت، اللي هو في موقع في الايجي ستوك اللي هي موقع البورصة المصرية، فانا في الكتاب اللي انا هعمله دوت هروح له بسرعة كده واجيب اللينك دوت اهو، هو ده اللينك هاخده كده كوبي بيست اهي. في الاول انا هعمل كده عشان عاوز العنوان ده عاوزه تاني، اخد بس اللينك ده كده كنترول سي، وبعد كده هروح رايح واروح رميه هنا على طول اهو كنترول في اهو. فزي ما شايفين اهو، هو هنا جاب لك 141 شركة بالتداول الالكتروني متسجلة في الموقع دوت في مصر. طبعا في منهم اللي هي اف جي هرمز، العربية للسمسرة، الأهرام للسمسرة، عكاظ للسمسرة، أبو ظبي للسمسرة، طيبة. طب افترض إنك أنت عارف اسم الشركة ولكن مش عايز تتعب نفسك في 141 دول وتدور كده زي ما أنا بدور كده، هتزوق طبعا وصعب، تعمل إيه؟ طب أقول لك أنا تعمل إيه، هتيجي تكتب فوق كده في البحث هنا أهو، أنا هسيب لك الرابط بتاع الشركات ديت، مش باين عندك أهو الرابط ده اهو اللي هو دوت، هحطه في الديسكريبشن تحت عشان تقعد على طول برضه وانت تشوف. فهتكتب هنا كده اسم الشركه، جزء من اسم الشركه، بيقول لك هنا ادخل جزء من اسم الشركه مثلا بايونيرز، واختر محافظه مثلا الاقصر، بعد كده سيرش مفيش. طيب بايونيرز كلمه كتبتها غلط، سيرش كده ما فيش. طيب نشوف محافظة تانية غير الأقصر، أسيوط مثلا. ده بايونيرز، لو احنا عملنا كليك كده هنلاقي آلة تليفوناتها وآدي الموقع الإلكتروني بتاعها وكل حاجة، وآدي التليفونات ده ادالك المركز الرئيسي، وادالك بقى هنا بقى مكانها في الجولف فين، في الدقي، في دمياط، في اسكندريه، في اسيوط. تمام، يبقى اذا ادالك كل حاجه عن بايونيرز، تمام، عن الشركه دي، الافرع كمان بتاعتها بس اسيوط بس. تمام، طيب لو نرجع بقى كده او نخلي دي ونكتب مثلا على في شركه اسمها عربيه اونلاين، عربيه ابحث اهي عربية اونلاين وسط الاوراق المالية، يعني كليك كده برضو ادالك ايه كل الافرع بتاع عربية اونلاين، شركة كبيرة مش صغيرة اهي. شايفين اخر حاجة كان في البحيرة، في دمياط، في الدقهلية، في سوهاج، في اسيوط، في طنطا، في المهندسين. طيب اذا كل الشركات دي، طبعا انا عايز اجيب الشركات كلها، الشركات كلها اهي باك كنترول في انتر كل الشركات ال 141 اللي قال لك عليهم اهم، الشركه، الموقع الالكتروني، والتليفون بتاعتها. طبعا لو عجبك الفيديو اتمنى انك انت تشيره مع اخرين وتكتب تعليق يشجعنا على الاستمرار، ومتنساش اللايك وتشترك في القناه لو انت مش مشترك عشان يوصلك كل جديد. شكرا للاستماع.